شخصية مقيمة بالخارج في أعمال، عندي عدة شركات في مجال الاقتصاد، في مجال الثقافة، في مجال عدة مجالات أخرى. فكرنا في تونس على خاطر بلادنا، وإحنا كمغتربين لازم نحبوا أكثر تونس، نعرف قيمة بلادنا كل كي نتغربوا. فلا لهذا إحنا فكرنا بموقعنا باش نعملوا حاجة اللي هي تصلح لرجال الأعمال وتدعيم الاقتصاد التونسي، كونها نتعداو في ظرف حالي صعيب شوية. دونك حبينا نحطوا اليد في اليد الناس الكل، كل حد من موقعه ينجم يساعد الاقتصاد التونسي. دونك احنا فكرنا بالمعرض الدائم التونسي، بيع منتجات تونسية 100% في الإمارات وفي الأسواق الأخرى، بما أن الإمارات تشمل أكثر من 150 جنسية من العالم الكل. دونك كل واحد حبينا ياخذ حظه في المعرض هذايا، لهذا عملنا عدة قطاعات، خصصنا روزنامات، روزنامة طول العام في المعرض الدائم، مثل النسيج، قطاع النسيج عندنا كبير برشا، كيف كيف للحرفيين الصناعات التقليدية، كيف كيف للفود يعني المأكولات المواد الغذائية، لعدة قطاعات أخرى منها الثقافية، كتب النشر، ثقافة سيدات نساء تونس، سيدات الأعمال اللي باش يتعرفوا غادي في المعرض بتاعنا. دونك المعرض غادي يبدأ 8 أبريل، يقعد 10 أيام، عملنا عدة قطاعات باش نعرفوا بالمنتوج التونسي ككل، وبعدين تم الخصصة هذيك بالتخصيص عن الرزنامة، يعني كل واحد كل قطاع عنده رزنامة بتاعه الخاصة في طول العام. فيه تشمل فيها المساحة، مساحة العرض يعني، معها خدمات إدارية اللي هي الترجمة من اللغة الإنجليزية للغة العربية، وعندنا عمال برشا اللي يخدموا معنا توانسة، جنسية تونسية بالأخص. كذلك عندنا البرنامج الدعائي، الإشهارات، عندنا LED كبيرة، دي بلازما كبيرة في وسط دبي، بحكم حتى المعرض في موقع استراتيجي هام برشا اللي هي في الديرة بجنب الكلوك تاور. والLED هذه البلازما الكبيرة موجودة على حائط المعرض، لتل فاسون الناس الكل تراه، يعني من المارين من أصحاب العربات وكل شيء، وأي أو كل عرض عنده باساج 4 مرات في ال10 أيام هذوكم، يتعداو المنتوجات التونسية بتاعه هو واللابل بتاعه، ويعني تدعيم الاقتصاد التونسي ككل. غير هذا عندنا برنامج اللي هو جلب الاستثمار لتونس، يعني عدة رجال أعمال نعرفوهم واللي حتى مشاركين معنا في الرخصة ويدعموا الفكرة هذه، مستعدين باش يجيو لتونس يعملوا استثمارات كبيرة، بالتالي ندخلوا العملة الصعبة ونخدموا المعطلين على العمل، وبهذا إن شاء الله نكون عملنا إنجاز باهي لتونس ومن موقعنا. حاجة أخرى زادة كيف كيف الاستثمار السياحي، استقطاب السياح من كل العالم والانطلاق من دبي لتونس، تشجيع السياحة معها كيف الصناعة التقليدية دورها. هذا البرنامج يعني ككل، وهذا الحاجة اللي نجم نقدموها لتونس كخدمة بلادنا. ونشكر السيد الوزير محسن حسن وزير التجارة اللي هو دعمنا برشا وشجعنا في الفكرة هذه، وإن شاء الله الوزراء الكل والحكومة التونسية تشجعنا بدورها كخدمة هي مش تجارية بل مساعدة للتوانسة وللمنتوج التونسي وتشجيع التجارة الخارجية. بالنسبة للفيزيتور عندنا المعرض مش كبير برشا، فيه 10,000 قدم يعني ما يقارب 1,000 متر مربع، مقسم على 45 ستاند. دونك لي فيزيتور اللي عندنا بالحملة الإشهارية اللي عاملينها باش يجيو قرابة 20,000 في خلال 10 أيام هذوكم، فيه رجال أعمال إماراتيين، خليجيين، فلبينيين، تم هنود، عاملين استدعاء لبرشا رجال أعمال اللي هما باش يتعاملوا مع رجال أعمال التوانسة، اللي خاطر يهمنا إحنا الكونتينيتي، استمرارية. يعني صحيح هو فيه فونت المعرض، ولكن الحاجة اللي تهمنا أكثر اللي أنه ثم استمرارية، يعني يبعثوا حاويات من تونس
ويكون ثم صفقات تجاريه، بالتالي تدخل العمله الصعبه، هذا اللي يهم اكثر يعني. فهمت؟ دونك عملنا البي تو بي، البانيل بي تو بي ميتينغ، جيبوا لهم احنا رجال الاعمال، وثم رجال الاعمال ساعات ما ينجموش يتنقلوا للمعرض، احنا نهزوه ونعرفوهم بالمنتوج ونعرفوهم بالبضاعه التونسيه، وقدر ربي ثم كان خير. الافتتاحيه الهام برشا اللي هي باش تقع يوم 8 ابريل بحضور السيد الوزير محسن حسن، ان شاء الله كيف كيف يوجه الدعوه الوزيره سلمى اليومي ودار المصدر كيف كيف مدام عزيزة حتيرة. عنا طلقة إعلامية كبيرة من ناحية الإذاعات والشاشات الفضائية، نذكر منها دبي وون، دبي، إم بي سي، روتانا، حواس وغيرهم، معناها من القنوات الفضائية الكبيرة المعروفة، غير الإذاعات، غير المشاهير اللي باش يجيونا، والستايلز باش نعملوه احنا في الافتتاحية 100% يعني تونسية، اللي هي ديكور تاع سيدي بوسعيد، خيمة كبيرة تضم قرابة 1000 شخص في الخيمة، في باكولات تونسية، في رقص شعبي تونسي، في برنامج 100% تونسي، وإن شاء الله نتوفق فيه كل الناس.